السلام عليكم تتبعين، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير. اليوم جيت نصاوب معكم واحد الاكله شعبيه، الكارانتيكا بالحمص. وهذوما المقادير اللي عندي. هنا عندي ربعه ديال الحمص، طحنته وغربلته، بيضه ومعلقه كبيره ديال الزيت، شويه الملحه والماء باش نخلطوها. هنا عندي طرود الماء كافي، هذا هو اللي غادي نخلط به هذه الربعه ديال الحمص. نبداو بسم الله. غندير هاد البيضه هي الاولى، نضربوها مزيان. هنزيدو معها الزيت، غنديرو الملحة. هنا عندي نص معلقة صغيرة ديال الملحة، غندير الماء، هنا عندي طرو ديال الماء، نضربوه مزيان مع داك البيضه والزيت حتى يتخلط لينا مزيان. تدير لينا داك البيضه شويه الكشكوشه بحال هكا، عاد كنخويو هاد ربعة ديال الحمص بشوية بشوية، نخويه ونخلطه. نبقاو نخويه غير بشوية ونخلطه باش ما يتكورش لينا الطحين ديال الحمص. غادي نبقاوها كنخلطو مزيان واحد 5 دقائق تتخلط لينا مزيان، وندهنو اللاطا عاد باش نديروها في الفران. انا درت معلقة الزيت، غندهن بها هاد اللاطا. بسم الله، انا شعلت الفران وخليته كيسخن، خاص الفران يكون سخن مزيان. غادي نخوي هاد المقادير، هي خفيفه بحال هكا كي كتشوفوا، لان الحمص كيشرب داكشي علاش ما قصحناهاش. منين غادي يطيب راه غادي تشد راسها. دابا ان شاء الله غادي ندخلوها الفران، مده ديال الطياب تقريبا 30 ديال الدقيقه، ونشوفوا واش طابت معنا ولا ما طابتش، نعاودو نزيدوها شويه. هذا هو الشكل النهائي ديال الكارانتيكا ديالنا، اكله شعبيه بعد ما طابت. حنا قطعناها انتما كي كتشوفوا، هي كتجي زوينه بنينه بزاف. اللي بغى يرافقها مع شويه الحار والكمون
او اللي بغى يديرها في وسط الخبز ولا الكومير كتجي زوينه، كل واحد كيفاش بغى ياكلها. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه، بصوبت معكم هاد كارانتيكا، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. خليتكم على خير.